ورحمة الله وبركاته. مراجعة سريعة كده على اللابات عشان ممكن تشرفنا في الامتحان بتاع بكرة والكويز الصغير. يعني ايه فلاور باختصار شديد من اول وجديد؟ بقول لكم دي الزهرة، دي موديفايد فيرتايل شوت، يعني تعتبر ساق ناضجة معدلة، فهي ساق ناضجة معدلة. كارينج موديفايد ليف، تحمل أوراقا معدلة. فايدتها الريبرودكشن، أهم حاجة ووظيفتها التكاثر. يبقى فايدتها الإيه؟ التكاثر. على فكرة every part of flower، كل جزء من الزهرة يعتبر ورقة معدلة. الفلورال ليفز أو الأوراق الزهرية، كيلكس، كورولا، اندروسيوم، جاينيسيوم. كيلكس، كورولا، اندروسيوم، جاينيسيوم. الكيلكس ووحداته السيبلز ويسمى سبلات الزهرة. الكورولا ووحداتها البتلز وتسمى البتلات. اندروسيوم وهو الجزء الذكري أو الستيمن. جاينيسيوم وهو الجزء الأنثوي وهو مكون من الكاربل. كيلكس الأوراق الخضراء اللي بره ووحدتها السيبلز. كورولا الأوراق الملونة ووحدتها البيتلز. البيديكل دي الساق اللي شايلة الزهرة، والريسبتكل دي قاعدة الزهرة. اندروسيوم وده العضو الذكري ويسمى الستيمن وهو عبارة عن انثر وفيلمنت. الكاربل او الجاينيسيوم وهو العضو الانثوي للزهرة، وده استيجما وستايل واوفري. استيجما وستايل وايه؟ واوفري. الريسبتكل اللي انا سميتها من شوية القاعدة دي سوالن، دي بتبقى منتفخة او اكسباندد او ممددة، وهي عبارة عن ساق صغيرة فيها الاوراق بتكون مرتبة. الزهرة نوعين، سيكشوال او اسيكشوال، يعني فيها اجزاء اسيكشوال غير مسؤولة عن التكاثر، وبالتالي تعتبر نون اسينشال او غير ضرورية، زي الكيلكس ووحدتها السيبلز. تمام. وزي مين تاني؟ وزي الكورولا ووحدتها البيتلز. اما السيكشوال قالك الاندريسيوم اللي هي الستيمن، والجاينيسيوم اللي هي الايه؟ الكاربل. نكمل. ما انواع الزهرة؟ لما اقولك انواع الزهرة اقولي سؤالك غلط. يا ترى حسب السيجمنت ولا حسب السيمتري ولا على حسب السيكشوال؟ هتقول لي ازاي يعني؟ هقول لك تعالى نبدأ كده مع بعض. على حسب السيجمنت يعني على حسب اجزاؤها. على حسب السيمتري يعني ايه السيمتري؟ على حسب التشابه. ففي زهرة ريجولر او الريجولر، اما منتظمة او غير منتظمة. نبدأ بالمنتظمة. منتظمة يعني ممكن تقسيمها إلى كل الأجزاء، بيقولوا عليها actinomorphic into equal halves، يعني مقسمة لأجزاء عمودية متساوية. أما الريجولر فبتبقى not like، مش شبه بعض، ودي ليها نوعين، asymmetric أو zygomorphic. يعني إيه zygomorphic؟ زيجومورفيك يعني يمكن تقسيمها into equal half لنصين. بصوا كده، والله الزهرة دي انا ممكن اقسمها كده ويطلعوا نصين زي بعض بالظبط. يبقى يمكن تقسيمها into two equal half لنصين in one plane، ولكن بخط واحد. اما الاسيمتريك فلا يمكن تقسيمها.
يبقى ريجولار اكتينو. الريجولار تقول لي زايجو ممكن تتقسم لنصين او ايه سيمتريك. نكمل تاني حاجة، بريزنس اور ابسنس سيكشوال، يا يوني يا احادية يا باي، يعني فيها اندروسيوم وجينيسيوم. نبدأ باليوني، يستمينيت اندروسيوم، يوني يعني احادية يعني ذكري او استمينيت، يا بستليت جينيسيوم او انثوي. تمام، البرينيس، البرينيس ده عبارة عن جزء خارجي وبالتالي تبع الاوراق والحاجات اللي بره، فنان اسينشال، ده اللي هو الكيلكس والايه والكورولا، كيلكس سبلات والكورولا بتلات. في بقى حاجه اسمها بيتالويد كيلكس. ايه بيتالويد كيلكس ده؟ يعني كيلكس ولا بتلات؟ قال لك لو الكيلكس ملون، لو الكيلكس ملون بنقول عليه ايه؟ بيتالويد كيلكس. طيب السبلات، قال لك السبلات ممكن يحصل فيها التصاق، فلو هما فري مش ملتصقين بنقول عليه بولي سيبلز او ابو بيلس، اما لو هما متحدين بنقول عليهم جامو سيبلس او ساين سيبلس، يعني سبلات متحدة وهنا سبلات ايه متفرقة. اما البيتلز فاما بولي بيتلز متفرقين او متحدين، كامو بيتلز او سامو بيتلز. اشكال الكورولا او اشكال ورق الزهرة الملون، اما تيوبيولر انبوبية الشكل تبقى جميلة اوي شبه دي، واما سيركي دائرية، واما لينجوليت طويلة، واما فانيل تشبه القمح. نبدأ insertion of برينيس. يعني ايه الانسيرشن او مكان غلاف الزهرة، مكان اوراق الزهرة؟ قال لك ممكن تبقى بيلول اوفري، مكان بداية الاوراق تحت مبيض الزهرة، فبنقول عليه في الريسيبتكل او مسنود على القاعدة، وطالما تحت المبيض بيتقال عليه هايبو، يعني تحت هايبوجينس تحت المبيض. واما انزئج في جانبي المبيض، سراوندنج الاوفري محيط بالمبيض، انزئج على اطراف القاعده وبنقول عليه بيري، يعني حوالين بيري جينيسيوس. واما اباف فوق المبيض ونقول عليه ايبي، يعني فوق. اما هايبو تحت بتلاقيها بادئه من تحت، واما ايبي الورقه بادئه من فوق فوق المبيض، واما بيري على نفس المستوى او محيطه بالمبيض. وبكده كل ما يخص الانثوي ينتهي. نبدا الاندروسيوم والذكري، انثر وفيلمنت. الجزء اللي فوق بيقولوا عليه انثر، اللي تحت فيلمنت. الانثر ده فيه البولين جرين او حبوب اللقاح، الانسر ده سيباريت باي كونكتيف تيشو او بيفصله الكونكتيف ايه تيشو، وكل انسر فيه حبوب لقاح. تمام، الفايبرس لاير اوف انسر، يعني الطبقات الليفيه من الانسر. ده الاوتر موست، ده بره، وجواه البولينج ساب حبوب اللقاح، وبيبقى جواه لجنين، وبيبقى جواه ايه ده حبوب اللقاح، ممكن يبقى فيها بورز فتحات. دي قصة حبوب الايه اللقاح. نكمل الستيمن، العضو الذكري، يا داي يا تترا، يا ثنائيات يا رباعيات. داي دول غالبا ايكوالي ان لينس، يعني الستيمن المفروض طول بعض، المفروض الاستيمن نفس الطول، ولكن لو مش نفس الطول اما يكون داي يعني اتنين لونج واتنين شورت زي عيلة لابيتي، واما تيترا يعني اربعة لونج واتنين شورت زي عيلة سيركي. attachment of answer او ازاي الانسر بيمسك بالورقة بتاعته او بالعمود بتاعه، بيزي فيكسد يعني ماسك من البيز، يبقى
الاتاتشمنت الانسر والفيلمنت ماسكين من البيز، يبقى بيزي فيكسد، دورزي فيكسد، ماسكه من الباك، ماسكه من ظهره ولكن اموفابل، غير قابل للحركه، فيرزي فيكسد، ماسكه من ظهره ومتحرك، اسمه فيرزي فيكسد. الجينيسيوم ده اوفري وستايل وايه وستيجما. الاستيجما في جزء منها ايبيكال، جزء علوي في بولنجرين حبوب لقاح وليه أشكال مختلفة زي بايفت، إما ثنائي أو بوينتد في نقط. تمام. الستايل، الستايل ده هو اللي بيوصل الأوفري بالستيجما، هو اللي بيوصل الأوفري بالستيجما، ده الستايل. فايدته لازم يبقى في سيوتابل بوزيشن، مكان مناسب بيحط السج، بيحط دي الاستيجما في مكان مناسب عشان تستلم حبوب الايه اللقاح. بس كده ممكن يبقى اسمه جاينوبيزز، يعني طالع من الاوفري. اخر حاجة الاوفري او المبيض ده اللي جواه الاوفيول او جواه البويضات والبلاسنتا والمشيمة اللي بنشيل عليها البويضات، اما يكون فري كاربل او كل كاربل لوحدها، كل كاربلايا لوحدها، ابو كاربس او يونايتد كاربل، كل الكاربلز بتاعت الجزء الانثوي متحدة، فبيتقال عليه سينكاربس. مكان الاوفري اما سوبيريور اما مبيض علوي او انفيريور اما مبيض سفلي. حلو. المفروض نبقى عارفين بقى اما يجي لك زهره كده تتكلم عنها، تقول الكالر والسايز وطولها وعرضها، وتبقى عارف الانسيرشن والكيلكس بتاعها وعدد سبلاتها وشكل الكيلكس وملتصق ولا مش ملتصق، والكورولا وعدد بتلاتها وشكل البتيلا وملتصقه ولا لا، والاندروسيوم العضو الذكري والانثوي. ناخد مثال الجيرمان كاموميل، دي الزهره بتاعته اللي في النص بنقول عليها الديسك فلوريت، واللي بره بنقول عليها الري فلوريت، واللي تحت ده بنقول عليه البيدانكل والانفولسر. نبدا، ده الجيرمان كامومايل، ده سنجل كابيتشولم او راس واحده من العيله دي. ده ديسك فلوريت، ده مكان فاضي، دي الكرولا. نبدا، ايه المميز فيه تحت الميكروسكوب؟ الاول كزهره عنده ري فلوريت وديسكو فلوريت، عنده باي فيديستيجما يعني الاستيجما بتاعته جزئيين، عنده انفيريور اوفري الاوفري بتاعته تحت، يبقى باي فيديستيجما انفيريور اوفري انفيريور اوفري باي فيديستيجما، والورق بتاعه بنقول عليه ستراب شيب، والزهره على شكل تيوب، زهره انبوبيه تيوبولار كورولا، يبقى باي فيديستيجما وانفيريور اوفري. ده كل ده في الكاموميل، يبقى الجيرمان كاموميل باي فيديستيجما وانفيريور اوفري. تمام. قال لك الاوفري دي سكاليريفايد وان لارج بيس. طيب هي دي عيلة كومبوزيتي او من عيلة اسمها كومبوزيتي، ده عندها ري فلوريت وديسكو فلوريت، زهرة ري وزهرة ديسك باي في دي ستيجما، وعندهم حاجة اسمها بابيلوز دي ستيجما، يعني عنده ستيجما فيها بابيلي او حبوب. اللي بعديها الاوفري باي كاربيلالي ثنائية وبيزل بلاسينتا من القاعدة، ديسك فلوريت عندها اندوريسيوم وجاينيسيوم وفايبرس لاير وسبايني بولينجرين. صعبة، نكمل. الكابيتولام ده بيبقى عنده كي او اتش، وتحت الميكروسكوب ري فلوريت ودي الديسك فلوريت. نبدا الكابيتولام، الري فلوريت بيبقوا تلاتة اكيوت تيس سنانها تلاتة وستراب شيب، شكل الورقة اسمه ستراب شيب، مطاولة كده، لينجوليت ستراب شيب، لينجوليت ستراب شيب ولور هيري. اما الديسك خمسة
وتيوبيولار برضو شكل الأنبوبة، وإنفيريور أوفري، وإنفيريور إيه؟ أوفري. أخيرا وليس آخرا، أهم حاجة اللي بنشوفه تحت الميكروسكوب البايفيد ستيجما والبابلوست ستيجما، وعندها هير صفين بنقول عليها باي سيريت نان جلاندولار عشان من غير راس، باي سيريت مالتي سيرولار نان جلاندولار عشان من غير راس، وعندها عيلة اسمها الكومبوزيتي هير عندها راس. الحمد لله على السلامة. اوكي ده كده السكشن بأسرع ما يكون.